يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار واستهداف مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس لليوم الثاني على التوالي. يوم أمس حاصرت آليات الاحتلال مستشفى الأمل، قامت بأعمال تجريف واسعة أمام المستشفى وفي محيطه، وأغلقت مداخل المستشفى بالسواتر الترابية، كما قامت بتدمير حتى غرفة خارجية موجودة أمام مدخل قسم الطوارئ في المستشفى. أيضا آليات الاحتلال قامت بإطلاق النار بشكل كثيف على مبنى المستشفى، تزامن ذلك مع قصف عنيف ما أدى إلى استشهاد أحد الجرحى داخل المستشفى وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم أحد طواقم الهلال الأحمر في داخل المستشفى. أيضا فجر أمس وقبل عملية الحصار استشهد أحد الزملاء، الزميل أمير أبو عيشة، داخل مستشفى الأمل نتيجة إطلاق الرصاص عليه من قبل الاحتلال. تم أيضا يوم أمس خلال عملية الحصار إلقاء قنابل دخانية على مبنى المستشفى لإجبار النازحين والطواقم الطبية والمرضى على المغادرة. أيضا أجبرت قوات الاحتلال تحت تهديد السلاح جميع النازحين والمرضى على مغادرة المستشفى سيرا على الأقدام باتجاه منطقة مواصي خان يونس. الآن في داخل المستشفى يتواجد فقط 6 من الجرحى الذين لا يستطيعوا المشي، بالإضافة إلى الطواقم الطبية، في وضع في غاية الخطورة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي. ونسعى الآن إلى توفير مسار آمن يضمن إجلاء الجرحى بأمان وسلام، لا سيما وأن الأوضاع خطيرة للغاية في المستشفى، ولا يمكن حتى الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية في ظل استمرار الحصار المطبق على المستشفى.